بعد طلب الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي بالترخيص لحضور الجمهور في مواجهة بوركينا فاسو نظرا لأهمية المباراة في تصريح له: الجمهور هو اللاعب رقم 12، لكن جمهورنا أكثر من ذلك ونحن نلعب من أجلهم. قررت وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الوزير الأول ورئيس الاتحادية لكرة القدم بالسماح للجماهير دخول الملعب تحسبا لمباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب البوركينابي يوم الثلاثاء في إطار الجولة الأخيرة من الدور الثاني من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد غياب دام لمدة عامين منذ آخر لقاء جمع محاربي الصحراء بمنتخب زامبيا في نوفمبر 2014. استلمها تريت راوغ فسدد سجل وفرح هائل من يوسف بلايلي في منتهى الروعه. يا سلام، هدف الرابع مع منتخب بلاد يوسف. مقارنه بالمقابلات السابقه، شاهدت عمليه بيع تذاكر مباراه المنتخب الوطني ونظيره البوركينابي يوم 12 نوفمبر اقبالا خرافيا للانصار لاقتناء التذاكر، لتعلن الاتحاديه الجزائريه لكره القدم عن نفاذ تذاكر المناصرين المقدرة ب14,000 في نفس اليوم الذي بيعت فيها، ليصرح بالماضي: نفاذ التذاكر لم يفاجئني لأن الشعب الجزائري اشتاق إلينا ونحن اشتقنا له. كما أن تواجد الأنصار بمحيط مسرح الحدث قبل 9 ساعات عن بداية المباراة هو في حد ذاته رسالة أن هذا الشعب مولع بكرة القدم وبكل ما هو جزائري. بذلك اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بعد تأهل الجزائر وتونس والكاميرون ونيجيريا، لتنضم إلى منتخبات مصر والمغرب والسنغال ومالي والكونغو الديمقراطية وغانا.